السلام عليكم حبايبي، وياكم علي محمد. سؤال بسيط، شلون اختار راوتر يناسبني؟ اوكي، شنو اللي اشتريه بالضبط حتى يناسب عملي؟ اول شيء انت تقرر شنو مبدا عملك، استخدام عادي لو العاب، احترافي الى اخره. ثاني شيء انه الراوترات هي حاله حال الموبايلات والحاسوبات، بها بروسيسور ورام الى اخره، فيعني يفضل تختار اللي يناسبك. فراح نتناقش بموضوع انه هاردوير وسوفتوير. اوكي شباب، نبلش بموضوع الهاردوير. الكور راوتر بي بروسيسور، فانت تشوف البروسيسور اللي يناسبك شنو. اذا انت استخدام عادي فبروسيسور 650 اوكي كلش كافي، وهم يناسب لاصحاب الجيمنج الى اخره، والنيتورك لا ذاك موضوع ثاني، بروسيسرات عاليه كلش. بالنسبه للرام، راوترات تبدي من 32 اللي هي العادية، أغلبكم تستخدموها، هاي استخدام العادي. إذا تريد تشغل بأمور هواية فهذا ما يفيدك. يعني أنا بالنسبة لي أنصحك تأخذ راوتر رام 64 فما فوق، وهو هسه 64 و 128 يعني استخدام المتوسط. أوكي شباب، ترددات البث 2.4، يدعم 2.4 ويدعم 2.4 و 5 جيجا هرتز. وبالنسبه للاستخدام افضل لك تستخدم اللي هو ديول. اوكي شباب، الانتنات كم انتن بي؟ 2 أو 3 أو 4. بالنسبه لي بي انتن واحد هذا شيله وشمره بعد ما يفيد، فتستخدم راوتر بي 2 انتن مثلا اللي هو 2.4 و 5 جيجا هرتز اكو بي بداخله، او 4 انتنات 5 1 و 2.4 1 حتى يتحمل حمل اكثر. بالنسبه للي عندهم حمل قوي، عدد فتحات اللان بي مثلا 4 5 اكثر اقل. اوكي، عندك حاسوبات تربطها، واكو نوعين مثلا 100 ميجا لو جيجا. اوكي، اذا انت تنقل بيانات باللان هوايه شركه او فتشي فاستخدم جيجا افضل. دعم منفذ اليو اس بي، اذا تربط هارد او فتشي لازم تتاكد بمنفذ يو اس بي لو لا. اوكي شباب، واذا تربط 3 جي هذا يودينا للسوفت وير بعدين. فولتيه التشغيل ودعم البي او ان اوت، هاي شنو هاي؟ اكو نوع من الراوترات تدعم ترسل لك كهرباء بالكيبل، يعني مثلا تعدك النانو من تربط على السطح وتخلي كيبل 20، هذا يسموه بي او اي. اكو راوترات تشتغل بنفس الطريقه، فانت تخلي الكهرباء بمكان يعني بعيد عن الراوتر، فتيجي تشده برا مثلا راوتر خارجي، فما معقوله تاسس كهرباء وتخليها بصف الراوتر، فتستخدم نوع من الراوترات اللي تدعم البي او اي انه اوت. اوكي شباب، واكو نقطه مكتبتها اللي هو الاوت دور لو اندور، اوكي تستخدمون هذا الموضوع. هذا بالنسبة للهاردوير. بالنسبة للسوفتوير، التحديثات الراوتر مستمرة، يعني شركة داعمة الراوتر باستمرار تحديثات مثل اليونيفاي، هو اكسس بوينت طبعا مو راوتر، اليونيفاي، المايكروتيك، غيره، سيسكو يدعموه. لو مثل تبلينك يعطوك 3 تحديثات 4 وينتهي الموضوع يتوقف، فايضا تتابع هذا الموضوع تنتبه له. اذا تريد تحديثات ولاست ابديت فتاخذ تبلينك مثلا. يعني سهوله الاداره وجود واجهه مختصره، يعني انا اريد راوتر بي يعني مثلا ايش قد مكنكين بالوايرلس وايش قد مستوى السحب، يعني واجهه واحده. اكو راوترات ما بيها هاي الامور خصوصا القديمه، فتضطر تروح تضغط وايرلس كلاينت، تضغط تروح للنيتور، تظل تفتر بالراوتر دايخ حتى تشوف ايش دا يصير. بالنسبه للنقطه الرابعه اللي هي التحكم بالسرعه، الراوترات اغلبها بها تحكم سرعة. اوكي، لكن الراوترات اللي رامها 32 اللي بعدين راح نشوف شلون نعرف رام وش قد تحكمه، يكون يعني مو ذاك القد، يعني عدد قليل ويقبط الرام. وثاني شيء اكو تحكم بالسرعة احترافي وتحكم بالسرعة عادي، اللي هي المميزات المتقدمة بعدين بشرحها. دعم البث باشارات متعددة، اكو راوتر يبث بث اشارتين مثلا، الثانية جست او الضيوف، اكو راوترات تدعم اشارات هواية تخليك تبث باكثر من اشارة وامور ثانيه، هاي بعدين حنشرحها باخر نقطه. التحكم وقوه البث، اكو راوترات تعطيك تحكم من الصفر وانت صاعد مثل مايكروتيك وليوبنتي، اكو راوترات تعطيك مثلا ميني وميديوم وهاي مثل التبلك. دعم الفي بي ان، اغلب الراوترات تدعم الفي بي ان، لكن اكو تدعم شلون نقول اكثر بالتحكم بالفي بي ان، واكو تدعم بس مجرد كانك في بي ان ويصير الراوتر كله في بي ان. هذا طبعا كلها راح نشرحها بالنقطه الاخيره اللي تخص هاي الامور. دعم ال 3 جي، اكو راوترات بها يو اس بي بس ما تدعم 3 جي، فتتاكد انه الراوتر يدعم 3 جي لو لا. بالنسبه للمميزات المتقدمه، اذا مثلا يبث اشارات اقدر اتحكم بسرعه الاشارات لو لا،
اوكي ها نسيت نظام البث هسه ارجع له. اذا يدعم الفي بي ان مثلا يخليني مثلا اخلي العاب مثلا الجيمنج على الفي بي ان والباقي على الطبيعي، يعني استخدم خطين بنفس اللحظه لو لا. وكذلك ال 3 جي همين اقدر اخلي فتشي على 3 جي وحده، مثلا يوتيوب على 3 جي او اونلاين جيم على 3 جي والباقي لا لو ما يدعم. فاكو راوترات ما تدعم هذا الشيء يعني يكون ما تفيدك. نظام البث ثالث نقطه ما شرحتها، اكو راوترات بس تبث مجرد راوتر وها هي، اكو راوترات يشتغل كستاندر تستفاد من عنده، يشتغل ستيشن يستلم مثلا فقط يستلم ويبث اوكي، فتتاكدوا منه احتمال تحتاج راوتر نفس راوترك تستخدمه كستاندر حتى لا تشتري كستاندر. اوكي شباب اغلب هاي النقاط بالراوترات الاحترافيه يعني موجوده، بس بالنسبه للراوترات العاديه انت تقرر تفيدك لو ما تفيدك. هذا مختصر الشرح كله، راح ناخذ مثال بسيط وسريع او مثاليا حتى نفهم شنو الموضوع. اوكي شباب خلينا نفرض انه بس اشوف عندي نت لو لا، لانه قبل شوي كان يخربط الانترنت حيل. اي ماكو نت بس خلي اشوف لحظه شباب، كانك على 3 جي وامرنا لله. اي خلينا نشوف الراوترات العاديه شنو والاقوى منها شنو. مثلا خلينا ناخذ تيبلينك 941 اللي هو يستخدم بكثره. فتكتب ورا اما تكتب ويكي ديف، راح اخلي لكم الرابط مال ويكي ديف، او تكتب اوبن دبليو ار تي. هسه انا اقول لكم ليش، بس تكتب اوبن دبليو ار تي يقربك للعمليه. موقع اوبن دبليو ار تي وموقع سوفت وير عالمي اوبن سورس، بس يعطيك مواصفات اغلب الراوترات. زين ندخل على الراوتر نشوف شنو مواصفاته. هنا بالاحمر يقول لك لا تستخدم ال بي 32 ميجا، فما يعني ضعيف، لا تستخدم السوفت وير مال اوبن دبليو ار تي. وراح تشوف اكو فيرجنات، ست فيرجنات. اوكي شباب بالنسبه للشركات اللي تبيع فيرجنات اخذ اخر فيرجن اذا تريد تشتري، بس اذا تدور تحديثات واخر شيء فهذا لا تاخذه اصلا، لانه يتعبك يطوق تحديثين ثلاثه ويتوقف الموضوع حتى تشتري فيرجن احدث. هنا يبدي يقول لك الفيرجن 1 والسي بي يو، هنا راح نشوف المعلومات شنو ناطينا. خلينا نشوف مثلا الفيرجن 6 ونقارنه بالفيرجن 1 نشوف شنو الفرق. اولا فيرجن 6 الرام مال 32 قلنا ضعيف، هذا ما يدعم يعني شغل قوي عليه انه تبث شارتين وتسوي تحديث سرعة وفي بي ان، يضعف انت. يقول لك دبليو 1 وان 4 لان بي، اوكي 4 لانات هاك هاردوير بي 3 في 3 ميمو اللي هو 3 انتنات بيدعم الفيرجن 6. زين شباب نوع عماله الشيبسيت مال الوايرلس كيو سي اي 9560، شنو هاي النوع يو اس بي ما بي اوكي سيريال موجود بس ما يحتاج اشرح به. الويكي يوديك على الويكي بعدين هسه اشوف الويكي. فيرجن 1 اذا تلاحظ ايضا 32 الرام اللي ما اعرف ليش لحد الان شركه تيبلينك مستمره على رام 32 بي بورتات 100 اوكي. الوايرلس اقدم اذا تلاحظون اثيروس 9132 3 في 3 على 2. هنا اللي تشوفون انه الكيو سي اي، كيو سي يعني كوالكوم اثيروس، هناك بس اثيروس، اثيروس كانت شركه وبعدين انباعت لكوالكوم فبداوا ينزلون شيء اسمه كوالكوم اثيروس. هنا الميمو هنا 3 في 3 انتنات بس اعتقد 2 ميمو مو شو اسمه. هسه نشوف نوع ثاني ونقارن. فذا تلاحظون انه هذا احدث اوكي البروسيسور مالته اعلى مثلا يعني كاستخدام عادي من الاول. فخلينا نشوف مثلا نقارنه ويا تيبلينك ثاني هسه بعدين نعوف الادفانس لان احنا بدنا نشتغل هاردوير. خلينا نشوف مثلا تيبلينك سي 7 1750 اللي هو الاي سي، مجرد تكتب العفو بس تكتب اوبن دبليو ار تي كل شيء تسوي اوكي مو مشكله. اللي شو انه سي 7 ثلاث انتنات وذاك بي ثلاث انتنات، شنو فرق بيناتهم؟ ليش انا مثلا هذا ب 70 دولار وهذا ب 25 دولار او هيك شيء؟ فخلينا نشوف الفرق. الارشر هم يعني بي خمس فيرجنات نعطيك مواصفاته. لا
اعتقد لا ما ذاكرها بس فوق ذاكرها اي هنا مثلا الفيرجن 5 خلينا نشوف المواصفات ماله تقدر تضغط هنا هنا يقول لك اول شيء الرام 128 اربع اضعاف ذاك الرام معناته تقدر تسوي بي امور وايد بالنسبه للسي بي يو 750 هو 650 يجي 750 اوكي والكور واحد فاذا هذا افضل من ذاك لانه بامكانيه اعلى باشارتين يعني بث 52.4 بي جي ان او اي سي اذا يقدر ينقل بيانات اكثر بي يو اس بي اذا تحتاج يو اس بي يعني دا احاول اختصر لكم الموضوع ما اريد اتعمق بالموضوع فدا تشوفون ان هذا بامور اكثر من هذا النيتش الراوترات اوكي شباب بالنسبه للتبلينك اللي اقدم من عنده ليش تشتري غالي لانه رام وبروسيسر البروسيسر نفسه بس رام اعلى والسوفت وير احدث فتحصل بامور افضل يعني اللي اخاف شخص جيمري او استخدام عادي اذا اريد نقارن بالسوفت وير هذا السوفت وير مال الارشر مثلا بامور بسيطه يعني صحيح هاردوير قوي جيد يعني نقول بس بي يعني فد امور بسيطه بي اوبريشن مود اللي قلنا عليها شنو يشتغل يشتغل مثلا عندك راوتر يشتغل اكسس بوينت بس اكو راوترات تشتغل كستاندر بالوايرلس بي سيتنج بي 2.45 بي تحديد سرعه بسيط اوكي اذا انت مستخدم عادي ممكن تستخدم هاي الراوترات في بي ان سيرفر الاخرين بس خلينا نشوف راوتر احترافي ونقارنه وياه حتى نشوف الفرق السوفت وير شنو بس نبدي بالسوفت وير نشوف مثلا هذا بي اشارتين بث هذا بي تقدر مش قد ما تريد تبث اشارات ماكو مشكله يدعم مودات هوايه مثلا الفي بي ان بهذا النوع الراوتر يدعم الاوبن في بي ان الى اخره يدعم الروتينج خلال الفي بي ان يعني امور احترافيه كلش هوايه كسوفت وير بمواصفات كلش هوايه ما تتخيلها زين اللي هو الهاب اي سي هذا اي سي وهذا اي سي صحيح هذا رام اقل بس اكو مثلا اكو راوترات مثلا احترافيه نفس الهاردوير بالعاديه وبالاحترافيه لكن السوفت وير يقدم لك تجربه استخدام اكثر احترافيه زين شباب فهيك نوع من السوفت وير اذا انت تعرف له ويفيدك وتحتاجه تستخدمه افضل لك مع العلم هذا راوتر اي سي وهذا راوتر اي سي وهذا سعره ارخص هذا اللي هو هذا هسه شايفيته المايكروتك اوكي بس امكانيات السوفت وير اعلى بهوايه هاي اولا تحديثات مستمره ما توقف فانا من كشخص مثلا نتورك اريد راوتر يخدمني اكثر فما استخدم التبلينك نهائي لان بامكانيات محدوده جدا هذا بامكانيات واسعه كلش بالسوفت وير وعندك مثلا يجي ورا المايكروتك مثلا اذا تريد تجرب اليونيفاي من يوبي انت ايضا تحديثاتها ممتازه وبحيث تشتري الراوتر ما تذبه تبقى الشركه تضمن لك تحديثات اخر سوفت وير لك اما شركات مثل تبلينك وتيندا تعطيك تحديثين ثلاثه والراوتر ورا فتره ينزل احدث من عنده بي سوفت وير احدث فتضطر تشمره تشتري راوتر جديد هذا الفرق بالنسبه للسوفت وير شباب مثل ما قلنا بس تكتب اوبن دبليو ار تي يطلع عندك مواصفات الراوتر لكن ملخص هذا العمل كله راوترك فوق ال 64 رام انصحك به جوا ما انصحك انصحك براوتر يبث اشارتين انه 2.4 و 5 جيجا هرتز والاي سي حتى تحصل تجربه استخدام اكثر انتنات كل ما تكثر كل ما افضل حتى يتحمل اكثر بروسيسر مثلا شيء المهم يعني بهالمعنى هذا حتى تستخدمه كاستخدام طبيعي زين شباب اتمنى يكون الفيديو فاتكم اختصرت يعني هالمره حكيت بسرعه لانه الموضوع واسع بس اعطيتك مختصرات كبدايه حتى شلون تستخدم الموضوع زين شباب يعني تقبلوا تحياتي للجميع اخوكم علي محمد.